ويعمل محركنا هذا بسلاسة مميزة وبأقل قطع مقارنة بباقي المحركات. وكما نشاهد هنا، فإن هذه القطع تستنزف الكثير من الوقود لإدارتها، ما يؤدي إلى الانبعاثات وتلوث البيئة دون أي فائدة، ويتسبب في هدر الكثير من المال وأذى للصحة العامة وأضرار للبيئة. فموضوع 75% من الوقود يحرقه العالم في المحركات هدرا وتلويثا للبيئة بالانبعاثات، يجعل التحول إلى محركاتنا ضرورة أخلاقية وإنسانية واقتصادية ودينية على حد سواء، كما أن كل هذه المكونات تحتاج إلى صناعة تتسبب بالانبعاثات أيضا، ناهيك عن تشغيلها وصيانتها واستهلاك المواد ونقلها. وأعتقد أن أجيالنا القادمة بحاجة إلى أكثر اهتماما منا مما نفعله اليوم بهذا الكوكب، ولا بد لنا أن نكون أكثر احتراما وحرصا على هذا الكوكب، ونحافظ على صحة أحبتنا. فالمحركات أكثر السلع تلويثا للبيئة والمسبب الأول للكثير من الأمراض، كما لا يخفى هذا على أحد. وهذا يضعنا بمكان أن نكون أكثر حرصا على كوكبنا، ليكون صالحا للحياة لكافة الكائنات الحية، ونتجنب الأمراض التي تسببها.